في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف من تفكيك شبكة إجرامية منظمة يمتد نشاطها عبر عدة ولايات من الوطن، متكونة من 12 فرد تتراوح أعمارهم بين 27 و60 سنة، تنشط في مجال تخزين، شحن، نقل وتوزيع وبيع المخدرات بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة. تعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات مؤكدة مفادها بأن كمية معتبرة من المخدرات ستعبر الإقليم على متن مركبة قادمة من إحدى الولايات الغربية باتجاه إحدى ولايات الشرق عبر الطرق الوطنية، على إثرها تم توقيف المركبة وسائقها. بعد تفتيشها بالوسائل التقنية تم العثور على كمية معتبرة من المخدرات. بعد تكثيف التحريات بالتنسيق مع نيابة الجمهورية المختصة بواسطة طلب تمديد الاختصاص شمل تحقيق عدة ولايات من الوطن، أفضى إلى الإطاحة بعناصر الشبكة المكونة من 12 فرد مع حز كمية جد معتبرة من المخدرات تفوق 5 قناطير من القنب الهندي، وحز 10 مركبات ودراجة نارية كانت تستخدم في نقل المخدرات وأجهزة اتصال ومبلغ مالي معتبر. تم إعداد ملف قضائي ضد المتورطين تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليمياً.